تحياتي لكم وصباح الخير. الساعة الآن 5:15 صباحا والشمس لم تشرق بعد. اليوم سنضع نهاية للدرس الخامس، وهذا هو ملخص الدرس الخامس الذي احتوى على الكثير من المواضيع المهمة والمفيدة لنا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم كثيرا من هذا الدرس، وسوف يعني أحتاج إلى وقت ما لتحضير الدرس السادس لكم. هناك ما زالت عندي مشكلة، وهي مشكلة المشتركين في القناة، فما زال العدد قليل جدا لحد الآن. لغاية هذا اليوم العدد هو 149، وأنا يعني يفترض حتى تبقى هذه القناة في على اليوتيوب أن يكون عندي على الأقل 1000 مشترك. فإذا يعني من الممكن أنتم أيضا أن تشجعون أصدقائكم على الاشتراك في هذه القناة. إذا نبدأ اليوم بدرسنا، وهو ملخص الدرس الخامس. Zusammen Fassung der Lektion 5. Lektion هو الدرس الخامس. Zusammenfassung وهي كلمة طويلة، لربما مكونة من 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 حرفا. Zusammenfassung هو ملخص، معناه باللغة العربية ملخص. شاهد اللغة العربية يعني الكلمة مكونة من 4 حروف، هنا مكونة من 14 أو 15 حرف. Zusammenfassung، إذا ملخص الدرس الخامس. Zusammenfassung der Lektion 5. زين، عندنا أيضا جمل مهمة سبق وأخذناها، ونعيدها الآن لأنه هذا هو ملخص، ونستفيد مرة أخرى من إعادة هذه الجمل. مثلا قلنا في الدرس Ich spiele gern Fußball. spiele فعل مشتق من فعل spielen، وهو مصرف حسب ضمير شخص الإيخ، إذا إيخ spiele نهايته إي. ثم استخدمنا gern بسرور، وفوسبال هو كرة القدم، إذا إيخ spiele gern Fußball، أنا ألعب بسرور كرة القدم. تكملة الجملة aber، لكن إيخ spiele nicht gern Basketball، إذا aber Ich spiele nicht gern Basketball. Basketball هي كرة سلة. إذن هو يحب بسرور أو يلعب بسرور كرة القدم، ولكنه لا يحب، لا يرغب أو لا يلعب بسرور كرة السلة. مثل ما نقول أيضا Ich trinke، أنا أشرب gern بسرور تي الشاي، aber ولكن ich trinke nicht gern، لا أشرب بسرور كافي. إذن ich trinke gern تي، aber ich trinke nicht gern كافي. لاحظوا أن nicht يعني هي تسبق هنا الجيرن، والجيرن يكون وضعها في الجملة بعد الفعل ich spiele gern. Ich spiele nicht gern. إذن هذا كان، أو مثلا مثال آخر على السريع Ich spreche gern Englisch، أنا أتحدث الإنجليزية بسرور، aber لكن Ich spreche nicht gern Deutsch، أنا لا أتحدث بسرور اللغة الألمانية مثلا. إذن Ich spreche gern Englisch aber Ich spreche nicht gern Deutsch، مثال هذا. نأتي إلى الوقت، أخذنا عنوانا وسؤالا كبيرا حول الوقت عندما نسأل الآخرين عن الوقت أو هم يسألوننا عن الوقت. إذا السؤال سيكون في شبيت إست إس، في شبيت إست إس، وهنا عندنا حرف أملاوت إي، في شبيت إست إس. إذا ما هو الوقت؟ سننظر إلى ساعتنا ونقول من هنا S ist، S ist، ist هو الفعل،
اس ايست سين اوردرايشيك، اذا الساعه 10:30، او حسب هم قراءتهم للساعه ممكن ان نقول اس ايست هالب 11، يعني انها نصف الحادية عشر، هالب 11، اس ايست سين اوردرايشيك او اس ايست هالب 11. زين، ننتقل الى شكل اخر من الجمل التي اخذناها وفيها يعني ظرف زمان ووقت. مثلا قلنا ام مونتاك فورميتاك، ام مونتاك فورميتاك يعني يوم الاثنين قبل الظهر. بسوخي ايخ اينن دويتش كورس، انا ازور او اشارك في كورس لغه المانيه. بسوخي ايخ اينن دويتش كورس، ممكن ان نغير ام مونتاك، نقول ام دينستاك، ام ميتفوخ، ام فرايتاك. وممكن ايضا ان نغير فورميتاك، نقول بدل فورميتاك ناخميتاك، مثلا ام ميتفوخ ناخميتاك بسوخي ايخ اينن دويتش كورس. هل ممكن ان نغير هذه الجمله بشكل اخر؟ نعم ممكن ان نغير، نضع الفاعل في المقدمه وبعده الفعل، اذا نقول ايخ بسوخه ام مونتاك فورميتاك اينن دويتش كورس. وهنا عندنا ايضا حاله الاكوزاتيف، المفعول به هو منصوب هنا بسبب وجود فعل بسوخن الذي يعمل مذكر، الاسم المذكر منصوبا، اذا اينن دويتش كورس. اذا ممكن ان نقول ايخ بسوخه ام مونتاك فورميتاك اينن دويتش كورس. ننتقل الى مثال اخر وهو ام سونتاك. عادة أم سونتاك يعتبر يعني أحد أيام فوخن عندي، السبت والأحد، وهنا الناس لا تعمل يوم الأحد في أوروبا. إذا أم سونتاك جيهن فير تشوزامن شفيمن، أم سونتاك يوم الأحد جيهن فير تشوزامن، نذهب سوية. تشوزامن هاي الكلمة موجودة هنا، تشوزامن فاسونك، إذا جيهن فير تشوزامن نحن نذهب سوية. أين نذهب؟ شفيمن سباحة، للسباحة، نذهب سوية للسباحة. إذا في هذه الجملة عندنا فعلين، جيهن وشفيمن. نحن صرفنا جيهن حسب ضمير شخصي وهو في حالة الجمع، إذا قلنا جيهن فير، فير جيهن. والفعل الثاني يكون في نهاية الجملة وهو ويبقى بالكامل بدون تصريف. هل ممكن أن أبدل مثلا هذه الجملة؟ نعم ممكن، أن أقول أخلي الضمير الشخصي في البداية ثم الفعل، فأقول فير جين ثم الزمان، فير جين أم سونتاك تسوزامن شفيمن، إذا فير جين أم سونتاك تسوزامن شفيمن. لو كنت أنا فقط أذهب إلى السباحة ماذا سأقول؟ أقول أم سونتاك جيه إيخ شفيمن. تمام؟ أوكي. ننتقل إلى ونأخذ فعل أو نعيد تكرار فعل من أفعال المنفصلة وهو سنرى حالا زي رايمت إيري فونونك أم فوخن إندي أوف. إذا زي هي مفروض أن نكتب الاس يعني بحرف صغير، ولكن هنا في بداية الجملة الكمبيوتر لا يقبل إلا أن يكتبها بحرف كبير. إذا زي رويمت صرفنا فعل، الفعل هو أوف رويمن، وهو أحد الأفعال المنفصلة ومعناه ينظف أو تنظف، هنا معناها تنظف. زي رويمت إيري فونوك شقتها، متى تنظف شقتها؟ أم بوخن إندي، في عطلة نهاية الأسبوع. هل ممكن تغيير هذه الجملة بشكل آخر؟ نعم ممكن أن نقول أم فوخن إندي ثم الفعل رايمت زي إيري فونونك أوف، أم فوخن إندي رايمت زي إيري فونونك أوف. ننتقل إلى الجملة التي بعدها، سابيني شتيت أمتسن أور أوف. سابيني هو اسم يعني فتاة، شتت أم تسن أور أوف، أين الفعل هنا؟ أوفشتهن، إذا أوفشتهن أيضا أحد الأفعال المنفصلة والتي حرف الجر فيها يذهب في نهاية الجملة، شاهدوا هنا حرف الجر
aufräumen, aufstehen, ja, إذن aufstehen. إذن Sabine هي أو Sabine steht. إذن تم تصريف فعل aufstehen إلى هي شخص ذات مفرد. Sabine, Sabine steht zehn Uhr في الساعة العاشرة، ونستخدم للوقت دائما zehn Uhr auf. هل ممكن تغيير هذه الجملة؟ نعم، نقول zehn Uhr steht Sabine auf. zehn Uhr steht Sabine auf. نأتي إلى يعني موضوع تكلمنا فيه حالا، مباشرة تكلمنا فيه هنا، وعنوانه ساتس شتيلونغ. ساتس شتيلونغ، ساتس هي الجملة، شتيلونغ هي يعني الوضعية، وضعية الجملة. مثلا سمير تحدثنا فيه هنا، ما اوكي، مثلا ناخذ سمير شتيت سيبن اور فري ايمر اوف. اذا عندنا سيد سمير شتيت ينهض سيبن اور فري، ما معنى فري؟ صباحا، مثل ما انا الان جالس في الساعة الخامسة والنصف صباحا. اذا سمير شتيت سيبن اور فري، اذا صباحا مبكرا، ايمر دائما اوف. إذا ممكن أن أقول أنا كيف سأقول، لو قلت أنا كيف سأقولها؟ إيخ شتيه سيبن أور فري إمر أوف، أو إيخ شتيه أخت أور فري إمر أوف. تمام؟ هل ممكن أن نغير هذه الجملة لشكل آخر؟ نعم، نقول سيبن أور فري في الساعة السابعة مبكرا شتيت سامير، ينهض سمير إمر أوف. إذا ينهض سمير باستمرار دائما. إذا سيبن أور فري في الساعة السابعة صباحا مبكرا شتيت سمير إمر أوف. نأتي إلى الجملة الأخيرة، إيخ سيه أم أبنت إمر فيرن. إيخ سيه أم أبنت إمر فيرن، أين الفعل هنا؟ الفعل هو فيرن سيهن. فيرن سين يعني يشاهد التلفزيون. إذا فيرن سين سوف نصرفها حسب الضمير الشخصي إخ. إذا أقول إخ سيه أم أبنت إمر فيرن، أنا دائما أشاهد التلفزيون مساء. هل ممكن تغيير هذه الجملة إلى شكل آخر؟ نعم، نقول نضع الزمان في البداية، نقول أم أبنت ثم الفعل، أم أبنت سيه إيخ ثم الضمير وبقية الجملة. إذا أم أبنت سيه إيخ إمر فيرن، أم أبنت سيه إيخ إمر فيرن. يعني في نهاية هذا الدرس الخامس، مثل ما قلنا سوف أحتاج إلى بعض الوقت لتحضير الدرس السادس، وسوف يعني خلال يومين أنشر لكم فيديو يعني أعطي لكم رأي في كيفية تعلم وطرق تعلم هذه اللغة. أوكي، أتمنى لكم يوما جميلا وسعيدا، وإلى اللقاء.